طالبات الإعلام، ماشي؟ طالبات الإعلام الخريجات هم عددهم كبير مقابل الطالبات اللي بيحصلوا على عمل. أنا حابة أحكي فيهم. المعيقات اللي بتواجه الإعلاميات، اللي معيقات مجتمعية. تتعرض الإعلاميات الفلسطينيات لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الشيء كان واضح جدا بهدف حجب المعلومة، بهدف عدم نقل الحقيقة، بهدف الكتم سياسة كتم الأفواه اللي بيستخدموها هذه حتى ما تبين جرائمهم أمام المجتمع الدولي. بدي أحكي شوي على أعطي إضاءات على وضع على التغطية الإعلامية. العنف ضد المرأة الفلسطينية بدأ عبر التاريخ، ومنذ عام 1948، منذ 74 عاما. وايضا العنف الذي اصبحنا انه احنا بنعيشه اليوم بسبب هذه الانتهاكات، العنف النفسي اللي اصبحت نعيشه.